يا مساء الخير والبركة على كل متابعين أكلنا بالمصري. تعالوا النهاردة نعمل صينية مكرونة بالبشاميل بطعم مختلف تماما. مش هنعملها بالصوص الأبيض النهاردة، احنا هنعملها بالصوص الأحمر. وقدمت لكم الطريقة دي من كام سنة، بس أنا استخدمت وقتها الطماطم مش متسبكة. النهاردة هنستخدم الطماطم متسبكة، ودي هتخلي المكرونة طعمها في حتة تانية خالص. يلا بينا نبدأ ونسمي الله ونصلي على الرسول. في الأول كده هنحط حلة كبيرة على النار علشان نسلق المكرونة، وأول المية ما تغلي هننزل بمعلقة ملح. بعد كده هننزل بكيسين مكرونة وزنهم 800 جرام، لو انت عندك الكيس الكيلو يعني انزلي كده بتلات ارباعه تقريبا. وهنسيب المكرونة على النار 8 دقايق. لو انت بتحب المكرونة تكون مستوية بزيادة هتسيبيها 10 دقايق او 11 دقيقة بس كده. يبقى كده المكرونة اول حاجة عملناها وخلصناها. نروح بقى نعمل الصلصة. هنحتاج شوية زيت صغيرين، وننزل ببصلاية متقطعة حتت صغيرة او مبشورة من المبشرة. بعد كده يعني هنشوحها كده لحد ما تدبل شوية. بعد كده هننزل بمعلقة ثوم متقطع شرايح او ممكن يكون مفروم برضو، ونبتدي نشوحهم مع بعض لحد ما ريحة الثوم تطلع. مش عايزين الثوم ياخد لون ذهبي جامد. هننزل بكوباية كبيرة عصير الطماطم، وانا معايا هنا العصير تقيل ومركز لان انا كنت مسويه قبل كده. فلو انت هتستخدمي طماطم فريش حطي كوبايتين. بعد كده نعمل الخلطة بتاعت اللحمة او اللحمة المعصجة، شوية زيت برضو او سمنة، وننزل ببصلتين وسط. ومعانا هنا نص كيلو لحمة مفرومة، بس انا مش هاخد الكمية دي، انا هاخد ربع كيلو لحمة مفرومة علشان هعمل بيه صينية واحدة بس. فكانت كمية اللحمة طبعا عندي من الاول، بس انا حبيت احط الطريقة في الفيديو علشان اللي حابب ينفذها. بعد ما البصل دبل معايا بنزل باللحمة، وبرضو اللحمة اول لونها ما يغير وتبتدي كده تدخل في سوا بحط الملح، ونص معلقة صغيرة بابريكا وفلفل اسود وبهارات لحمة، وحط رشة قرفة ورشة حبهان وممكن كمان جنزبيل باودر. تمام، هي نفس اللحمة دي اللي احنا عملنا بيها الفطير، اللي هو الفطير محشي لحمة معصجة، هي نفس الطريقة. بعد ما اللحمة كده خلاص قلبت فيها التوابل واتبلت حلو، بنزل بجزرية كبيرة مبشورة وبقلبها برضه تقلبتين تلاتة. بعد كده بنزل بالفلفل الرومي والفلفل الألوان، والكمية هنا زي ما انت عايزة، والاضافات دي بتكتر كمية اللحمة وبتديها طعم حلو قوي. خلاص كده خلصت اللحمة، ندخل بقى على الفراخ. معايا ربع كيلو صدور فراخ، صدر صغير كده وزنه ربع كيلو، فانا قطعته لحتت صغيرة مكعبات. وعلشان نسويها نحط في الطاسة معلقتين زيت ومعلقة سمنة، وننزل بالفراخ المتقطعة ونسيبها في الطاسة كده دقيقة لحد ما تشمع كده ولونها يغير. نبتدي نقلبها، هنشوحها شوية كده في الزيت والسمنة. بعد كده هننزل ببصلاية بحجم وسط او حجم كبير زي ما تحبي. يبقى كده انا عملت حشوتين، اللحمة المعصجة ودي هنعملها في صينية بالتسبيكة او بالصلصة، والصينية التانية هنعملها بالفراخ. والفراخ عندي هنا خلاص دخلت في تسوية بنسبة كبيرة قوي مع البصل، وطبعا هي بتاخدش وقت بتستوي بسرعة. فبعد كده هحط لها نص معلقة صغيرة بابريكا، وزيها بهارات فراخ وفلفل اسود ورشة قرفة ورشة بسيطة حبهان وجنزبيل بودر، وهقلب الحاجات دي كلها مع بعض. بعد كده هحط الملح اللي انا دايما بنساه وبحطه في الاخر، وعندي 3 وحدات فلفل رومي احمر واخضر فقطعتهم شرايح، ولو في طبعا فلفل الوان يا سلام بيكون احلى بكتير. المهم ان المتاح والموجود في التلاجة اعملي بيه على طول. وكده خلطة الفراخ بقت جاهزة، هنشيلها ونشوف بقى الصلصة ايه اخبارها. الصلصة اتسبكت واخدت كده تسوية حلوة. هنحط لها برضو رشة الملح والبهارات والفلفل الاسود، وعندي رشة ورق لورا ناعم. تمام، وهقلب الحاجات الحلوة دي كده. يبقى عندي برضو الصلصة هي كمان بقت جاهزة. يبقى احنا كده خلصنا الحشوات، نبتدي بقى نعمل ايه، ندخل على البشاميل على طول. الكمية اللي احنا هنعملها دي هنعملها لصينيتين، يعني صينية بحجم كبير وصينية بحجم وسط. هنجيب الحلة الكبيرة اللي سلقنا فيها المكرونة. انا حطيت طبعا المكرونة في الصينية ونزلت عليها شوية مية كده، وجبت الحلة علشان اعمل فيها البشاميل علشان ما نعملش مواعين كتير، وحطيت معلقتين كبار سمنة وشوية زيت. وهنزل هنا ب6 معالق كبار مليانين دقيق. كل صينية هتاخد 3 معالق، لان انا في العادة الصينية الواحدة بحط لها 3 معالق كبار هرميين كده او 4. تمام،
فهنا احنا هنعمل 2، فانا حطيت 6. فبقلب الدقيق كده مع السمنة على نار هادية كده لحد ما ياخد لون ذهبي بسيط. بعد كده هنزل بلتر لبن. احنا طبعا متفقين ان كل معلقة دقيق بتاخد قصادها معلقة مادة دهنية سواء سمنة او زيت، وبتاخد كوباية لبن كبيرة او كوباية شوربة. يعني ممكن انت لو 4 معالق دقيق هتحطي 3 كوبايات لبن وكوباية شوربة. اللبن طبعا بقى غالي قوي، فاحنا هنعمل نص الكمية لبن وهنعمل نص الكمية شوربة، تمام. وده برضو ادى للبشاميل طعم حلو قوي. انا لما كنت بعمل صينيتين كنت بستخدم 2 لتر لبن، فنظرا للظروف هنعمل لتر لبن ولتر شوربة. انا هنا زودت بقى مقدار الشوربة. ليه؟ احنا كده اعتبر مزودين 2 كوباية، كوباية شوربة وكوباية لبن، عشان احنا عايزين صوص البشاميل يكون خفيف شوية. فانتي دايما لما بتحبيه خفيف بتزودي المقدار. المهم ان الدقيق لما اتحمر انا نزلت باللبن وهو ساقع، ما بنزلش بيه وهو سخن ابدا، حتى لو مش مغلي فهو هيغلي على النار مع الدقيق، تمام. وبسيبه كده اقلبه تقليبتين ثلاثه، مش هتلاقي فيه كتل ولا حاجه، هتلاقي بشاميل تقيل. بعد كده هتنزلي بالشوربه وتقلبي، هيبقى عندك صوص جميل جدا. وحطيت الملح وما بحطش حاجه تاني غير الملح، ولا فلفل اسود ولا اي حاجه تاني، لان انا ببقى عايزه البشاميل كده بطعم كريمي. نجيب بقى القالب ونحط فيه كبشه بشاميل كده تحت، وننزل بالمكرونه، شويه مكرونه، وهنرص بقى بالطريقه المعتاده. هنسوي المكرونه ونحط شويه بشاميل وننزل بالحشو. دي الصينيه الاولى اللي انا هعملها بالفراخ، فانا هنا مش حابه ان انا احط لها طبعا ولا صلصه ولا تسبيكه، وبحب الفراخ كده تبقى زي ما هي محتفظه في شكلها، ما بحبش احط صلصه فيها خالص. لكن دايما الصلصه بتكون يعني حلوه مع اللحمه، بتدي طعم احلى مع اللحمه. فحطيت الفراخ وزعتها وشويه زيتون كده، وننزل تاني بباقي كميه المكرونه برضو هنسويها، ونحط شويه بشاميل على الوش. البشاميل طبعا علشان كنت بحب دايما ان طعمه يبقى كريمي، فكنت غالبا بحط يا اما جبنه مثلثات يا اما لبن بودره. لبن البودره بيخلي البشاميل بطعم حلو قوي قوي قوي، كانك حاطه قشطه بالظبط. بس خلاص بقى مش مهم، كفايه الشوربه ولتر اللبن كده، خلاص المكرونه بقت جاهزه. نعمل ايه بقى؟ احنا خلاص خلصنا كده البشاميل، ما عندناش غير الشويه اللي فاضلين للصينيه التانية. هناخد نص كميه الصلصه او التسبيكه اللي احنا عملناها وننزل بيها على البشاميل ونقلبه، والنص التاني هنجيب ايه بقى؟ ربع كيلو اللحمه المفرومه المعصجه. انا وريتكم الطريقه ازاي ان انا بسويها، بس انا سويت نص كيلو لان كنت عاملاها قبل كده، دي مش بتاعت النهارده. فانا فاض نص كميه اللحمه شلتها على جنب علشان اعمل بيها صينيه. فالكميه اللي انتوا شايفينها للحمه دي ربع كيلو لحمه معصجه، قلبتها مع الصلصه وكده هي كمان بقت جاهزه. والبشاميل اللي يا سلام واخد لون حلو قوي، والله طعمه بقى طعمه جنان. طعم التسبيكه حلو قوي، خصوصا ان هي كمان متبله حلو ومستويه حلو، فمدياني طعم مختلف تماما للبشاميل. حطينا شويه في القالب من تحت او في الصينيه او في الطاجن، وبعد كده نحط شويه مكرونه ونديهم شويه صوص بشاميل كده علشان برضو المكرونه تبقى متماسكه حلو. وبعد كده هننزل باللحمه المعصجه اللي بالصلصه ونوزعها على الوش. وربع كيلو عامل صينيه حلوه قوي على فكره، يعني احنا ممكن نعمل صينيتين زي دول، ربع كيلو لحمه مفرومه وربع كيلو صدور فراخ. هنعمل صينيتين مع شويه حاجات خفيفه كده، ممكن يبقوا غدا يومين، يعني نستخدم كل صينيه في يوم. فخلاص حطيت على الوش البشاميل وهدخلهم الفرن. هقعدهم نص ساعة في الفرن على الرف اللي في النص، والنار عندي شغالة من تحت بس مجرد ان هم يستووا. انا ما حطيتش الجبنة في الاول ليه؟ علشان الجبنة لما بتتحط في الاول بتاخد لون غامق قوي وبتبقى مش حلوة. فانا خليتهم نص ساعة في الفرن، بعد كده طلعتهم وبدأت ان انا احط الجبنة على الوش. وتقدري هنا تدخلي الصينية الفرن بدرجة الحرارة زي ما هي النار شغالة من تحت اللي هي نار الفرن، الجبنة تسيح بس من غير ما تاخد لون. لكن لو عايزاها تاخد لون يبقى هتشغلي الشواية 2 3 دقايق. فانا شغلت الشواية، الجبنة بتسيح وبتاخد اللون الجميل ده. لما تيجي تطلعيها بقى بالشوكة او بالمعلقة هتلاقي الوش معاكي جوزي خالص والجبنة سايحة وطرية، لكن الجبنة لو حطيتيها من الاول هتنشف ومش هيبقى ليها لون كده، هتحسي ان كلها كده اخدت لون واحد اللي هو لون بني كده، وشكل الصينية ما بقاش حلو وطعم الجبنة ما بقاش حلو
ومش هتبقى طريه ولا بتمط ولا اي حاجه من دي خالص. طبعا الصينيه لسه عندي سخنه جدا، فانا طلعتها كده. الصوص كمان خفيف مش تقيل، وده مدي للصينيه طعم حلو قوي قوي قوي. الاولى دي بقى اللي هي الصينيه اللي بالفراخ. هنا بقى نشوف بقى العظمه بقى، نشوف بقى الصينيه اللي باللحمه. شوفوا الجمال بقى، الوش حلو قوي قوي، الجبنه سايحه واخده لون جميل، والصوص كمان طعمه جميل ولونه حلو برضه. يعني انتوا بصوا اللون هايل. جربوا الطريقه دي وان شاء الله هتعجبكم جدا. والسلام عليكم.